فيهم. نتواجد الآن في الجهة الغربية من مدينة تعز، حيث تدور مواجهات عنيفة بين رجال المقاومة الشعبية مسنودين بالجيش الوطني وميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية. معارك هي الأعنف تشهدها هذه الجبهة منذ الصباح الباكر. وللحديث حول اندلاع المعارك هنا في هذه الجبهة وآخر التطورات الميدانية، ينضم إلينا العقيد عبد العزيز المجيدي ليحدثنا عن أهم التطورات الميدانية التي تحدث في هذه الجبهة. بسم الله الرحمن الرحيم، نترحم على الشهداء وندعو بالشفاء للجرحى. المعركة الآن تدور في جبهة مواجهة تزيد على 3500 متر، أي 3 كيلو و500 متر، من أقصى الجنوب تجاه الضباب ميلات إلى جبل الوحش، إلى جبل الوحش الشمال الشرقي، الشمال الشرقي. المواجهات الآن تدور باتجاه حدائق الشهيد محمد اليمني وباتجاه الجهة الغربية من السجن المركزي والمسلخ، وكذلك في اتجاه وادي غراب ومدارات. كل الجبهة هذه مشتعلة باتجاه الدفاع الجوي، وتقدم المقاتلون بعد أن حاولت الميليشيات الانقلابية المعادية القيام بهجوم على مواقعنا، مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في هذه الجبهة، فتم تصدي الهجوم وكسر الهجوم والقيام بهجوم معاكس. وتقدم الأبطال باتجاه تبة المدرجات وقطع شارع الخمسين، وإن شاء الله سيكون التقدم أكثر وأكثر لما لها من أهمية الجبهة الغربية. كما تعرفون بأن خط الضباب هو شرائين حيوي يمثل 30% من فك الحصار على محافظة تعز. إذن لا زالت المواجهات مستمرة، ولا زالت المقاومة الشعبية مسنودة بالجيش الوطني تحرز كل يوم تقدما جديد. وتلاحظون هذا الجبل، جبل هان، والذي تدور في محيطه المعارك العنيفة حتى هذه اللحظة. وإذا ما تم تحريره من قبل الميليشيات الانقلابية سيتم فك الحصار عن الجبهة الغربية، عن الجهة الغربية في مدينة تعز. لازلنا نحن الآن في قلب الحدث نواكب هذه التطورات الميدانية ونقوم بتغطية تفاصيلها ومتابعتها أولا بأول. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.